احمد انت خط مباريات عديده العرب القادسيه، اصعب مباراه؟ والله هي اصعب مباراه اول مباراه لي في الموسم 92 93 لاني كنت وقتها بالقادسيه قاعد اتدرب صح وطلعت وياك العرب احد الخونه احنا اللي استمرناه واحنا اللي سويناه وبالتالي راح بس لاني مسجل بالعربي 82 خذ الخطه وقال طائره اي طائره مسجل طائره ما يصير عطنا هالمباراه هالمباراه قبلها كان الله يرحمه المرحوم سمير كان معاي يعني قبلها بيوم وتدري يوجهني سوي كذي قبل لا تسوي وانتبه وخذ علك يعني في طقوس معينه يعني فانا كنت صغير وقتها فاول قبل أن ندخل المباراه مسكني عند الباب تطلع انت الممر للملعب فقال لي بيك تصرخ قلت له شلون اصرخ قال لي بيك تقعد الحين في الممر وتصرخ قلت له وقمت اصرخ والناس تطلع علي قال هذا مين هو مو صاحي انت صدق مو صاحي قمت اصرخ 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 وقال لي ادخل الملعب الصراخ هذا يطلع كل الخوف اللي فيك يعني قبل المباراه مباراه العرب القادسيه كانت جدا صعبه لكن في اللي اخس منها الوالده الله يطول عمرها امين كان بيتنا ثلاث طوابق الطابق الثالث يطل على بيت جيراننا فغرفتي انا فوق جارنا عنده ديك بالمحاكر من لا والله ابو علي الساعه 11 ما ادري ما شوفه يصارخ الديك قبل مباراة القادسية ما أعطى 30 دينار حق الهندي مالهم يشيل الديتش يروح يقطه برا عشان مباراة العرب القادسية.